كما كنا توقعنا 2018 كنا توقعنا 3.1 في النهاية توقفنا في 3.3%، في حين أننا توقعاتنا بالنسبة ل 2019 هي نفس التوقعات اللي كنا درنا في يناير 2018. نعم اسمح لي، في يناير 2000 دخلنا 2.9. إذن على كل حال هذا هو التوقعات ديالنا بالنسبة للنمو. هذا النمو كيف غادي يجي؟ غادي يجي في واحد الظرف فيما يخص الإنتاج، ما يخص الإنتاج ديال البلاد، في بنا اللي غادي يكون فيها واحد التساؤل فيما يخص تطور القطاع الفلاحي. كما تشاهدنا كاملين، القطاع الفلاحي بدات السنه بواحد الوفره ديال واحد الكميه وافره ديال التساقطات، وهذا شيء مهم، وتبعاتها واحد المحيقبه ديال التفاوت كبير ديال حراري، اللي هو كيعطي للسنه واحد الوجه خاص. ومن حيث تنقارنوا هذا الوجه بالسنوات اللي مضات ديال خلال 30 سنة، تنوجدوا بأنه 6 ديال السنوات في هذه 30 سنة كانوا بحال هذا الشكل. وفي هذيك 6 الاحتمالات اللي كاينة هي 70% أنها تتطور حالات بحال هذه، تتأدي إلى سنة متوسطة أو حسنة. نتمنوا على الله أنها تكون حسنة، ولكن باش على ما ننتظروا شنو غادي يعطي العاطي. غادي بالنسبه لنا السنه غادي تكون القيمه المضافه ديالها فيما يخص الفلاحه، وفيما يخص بصفه عامه القطاع الاولي اللي هو فيه حتى الصيد، غادي يكون سلبي ب0.1، يعني غادي يكون ايجابي ولكن غادي يكون منخفض ب0.1. فيما يخص القطاعات غير الفلاحيه، يعني الانشطه غير الفلاحيه، غادي تبقى في ذاك المستوى اللي كانت، وان كان غادي ترتفع ولكن ترتفع بشيء بسيط، وغادي تبقى في ذاك الحدود ديال 3% 3.2%. وفي هذا الاطار هذا التضخم غادي يبقى غادي اللي كان 2017 0.8 وطلع 1.6، غادي ينزل في 2019 1.2، وهذا شيء اللي مهم. ما يخص الاطار العام ديال او ما يخص المحركات ديال الوضعيه ديال النمو، المحرك ديالو غادي يبقى كيف كان دائما، هو الطلب الداخلي اي الاستثمار والاستهلاك ديال الاسر. استهلاك الاسر اللي كان عارفوك عنده واحد المنحه تنازلي في هذه السنوات كامله، ولكن ما بين 19% وما بين 19% وما بين 2018 و2019 غادي يبقى في نفس المستوى تقريبا، في حين ان الاستثمار اللي كان عرف واحد الانخفاض في 2017 غادي يعاود يسترجع داك الارتفاع ديالو. ورغم وفي هذا الاطار هذا باش نمولوا هذا الاستثمار، للاسف هو ان الادخار ديالنا سواء منه الادخار الداخلي او الادخار الوطني اللي تاني يضاف فيه تيضاف له الادخار الداخلي زياده على الموارد اللي تجينا من الخارج. إذن إلى شفنا الادخار الداخلي والوطني كلهم انخفضوا، وانخفاض ديال الادخار هذا تيأثر بطبيعة الحال على الإمكانيات التمويل ديال هذا الاستثمار وديال الاقتصاد، وهذا ما تيجعل
ان الحاجيات ديال التمويل ديال البلاد غادي ترتفع، غادي ترتفع على 4.5% من 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 الناتج الوطني الداخلي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.